أهلاً أعزائي المشاهدين من منطقة طبرية الجميلة حول البحيرة، بحيرة الجليل. ما زلنا نواصل حديثنا عن تعليم المسيح بعظته الشهيرة على الجبل. قبل ما نبتدي بهذا التعليم، محتاجين نفهم من هم الناس في أيام المسيح، مع مين كان بيتكلم، مع مين بيتعامل، شو نوعية الناس، نوعيات الناس. في هذه الحلقة رح أتكلم عن هذا الموضوع من المنطقة الجميلة عند بحيرة الجليل. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.